ومن مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل المشروع ومكوناته من واقع زيارتك للمحطة. نعم، اهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين، ارحب بكم في يوم جديد من عروس الصعيد من محافظة المنيا. هذه المرة نتواجد باحد المشروعات الهامة الخاصة بمنظومة البيئة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة. مصنع المعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية الذي نتواجد به بقرية تونة الجبل، هذه القرية تابعة لمركز ملوي. هذا المصنع من احد المشروعات الهامة لانه ياتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطبيق منظومة النظافة الجديدة في كل المحافظات وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على البيئة. هذا المصنع جاء بتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونفذ من جهة أيضا وزارة الإنتاج الحربي. يتواجد هذا المصنع على مساحة 11 فدانا وبطاقة 20 طن في الساعة، بما يعادل 320 طن في اليوم، وأيضا يتم باستخدام عدد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لإعادة تدوير هذه المخلفات من خلال وجود منطقتين رئيسيتين. المنطقة الأولى والتي بها عدد كبير من المعدات والأساليب التكنولوجية الحديثة، المنطقة الأولى هي منطقة التشغيل التي يتم بها المراحل الأربعة لإنتاج أو لإنتاج السماد وإنتاج الوقود بديلا عن الوقود التقليدي. المرحلة الأولى تتم من خلال استخدام بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة لفرز الأكياس من خلال هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، ثم المرحلة الثانية بفصل المواد العضوية عن المواد الغير عضوية من خلال استخدام المنخل الدوار الخشبي، ثم المرحلة الثالثة بيتم فصل المواد العضوية وإنتاج السماد العضوي، ثم تأتي المرحلة الأخيرة لإنتاج الوقود واستخدامه في تشغيل مصانع الأسمنت كبديل للوقود التقليدي. فبالتالي هذا المشروع هو مشروع هام لإعادة تدوير المخلفات. يوفر هذا المشروع أيضا 100 فرصة عمل، فبالتالي هو من أحد المشروعات للحفاظ على البيئة واستغلال المخلفات الاستغلال الأمثل من خلال هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة. ثم المبنى الثاني الذي أو المنطقة الثانية التي تتواجد في هذا المصنع تتواجد أيضا بها أماكن للعاملين والمهندسين الموجودين الذين يعملون في هذا المصنع. هذا المصنع أيضا يوجد على الطريق الصحراوي الغربي الذي يعني يربط بين مدن محافظة المنيا ببعضها، ويسهل أيضا عملية الوصول إلى هذا المصنع يعني إعادة تدوير هذه المخلفات. فبالتالي هو أحد المشروعات الهامة يعني يحافظ على البيئة والاستغلال الأمثل لتدوير وإعادة المخلفات واستخدام الوقود الجديد البديل عن الوقود التقليدي. هذه هي الصورة من داخل هذا المصنع بمدينة ملوي من عروس الصعيد محافظة المنيا. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا الزميل محمود جميل، كنت معنا من داخل مقر مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا. شكرا جزيلا لك.